مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. الرئيس التركي يصل السعودية الليلة في زيارة هي الأولى منذ إعادة انتخابه في مايو الماضي. إطلاق مبادرة منار لإبراز ريادة السعودية واليابان في الطاقة النظيفة. وسائل إعلام كويتية تكشف عن استقالة وزير التعليم، ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع. في الرابعة أيضا، إيقاف عصابة من 12 شخصا في السعودية مارست الاحتيال المالي والإيهام بعملات رقمية غير مرخصة. وخلال 11 يوما عسير تستقبل أكثر من 800 ألف زائر وسائح في موسمها حتى الآن. يصل اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة في غرب السعودية في زيارة هي الأولى له منذ إعادة انتخابه في مايو الماضي. ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي مباحثاته مع القيادة السعودية في إطار تحسين العلاقات وتعزيزها سياسيا واقتصاديا، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات منها الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل. 94 عاما هي عمر العلاقات السعودية التركية. الزميلة شاهد المتروك تعرفنا على أبرز محطات تلك العلاقة في السنوات الأخيرة. علاقة تاريخية تجمع السعودية وتركيا بدأت منذ عام 1929، حيث وقع البلدان اتفاقية الصداقة والتعاون، ثم توالت الزيارات المتبادلة بينهما. 5 قمم سعودية تركية جمعت الملك سلمان بالرئيس التركي منذ عام 2015 في تطور ملحوظ للعلاقات الثنائية. وفي العام 2016 منح الملك سلمان وسام الجمهورية خلال زيارته لتركيا ولقائه الرئيس أردوغان. توجت تلك الزيارة بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي الذي عقد أول اجتماع له في فبراير 2017. وبعد تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي أصبحت السعودية ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لتركيا على مستوى العالم. وأما عن الشركات ذوات رأس المال السعودي في تركيا فقد بلغت 1140 شركة متنوعة في مختلف القطاعات، ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية الموجودة في تركيا حاليا 18 مليار دولار. وحول الدعم الدولي، أعلنت تركيا دعم ملف ترشيح العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030. إنسانيا، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بإجمالي تبرعات تجاوز النصف مليار ريال، فضلا عن جسور جوية إغاثية ومشاريع لمستقبل أفضل للمتضررين. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض عضو مجلس الشورى أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم النحاس، ومن اسطنبول ينضم إلينا رئيس تحرير إندبندنت تركيا زاهد جول. سيد جول، مرحبا بك. مرحبا بك دكتور إبراهيم. أبدأ معك سيد زاهد، ماذا يتوقع رجب طيب أردوغان أن يحصل عليه في هذه الزيارة أولا للسعودية؟ بداية التحية الطيبة لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم. يعني من المؤكد أن الزيارة مهمة للغاية بالنسبة لتركيا في بعدها الاقتصادي، إذ أنه كما هو معلوم للجميع تركيا تعاني من أزمة اقتصادية. وبالنسبة لتركيا لا شك أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية سيكون محطة مهمة في إدارة هذه الأزمة بالنسبة لتركيا، وبالتالي تركيا تتأمل حقيقة الشيء الكثير من هذه الزيارة في البعد الاقتصادي. لكن عندما نتحدث عن السعودية لا نتحدث فقط لا شك عن البعد الاقتصادي، إذ أن المملكة هي تعتبر بشكل واقعي وفعلي عاصمة القرار العربي وحتى جزء من صنع القرار الدولي، وبالتالي من المؤكد أن الملفات السياسية أيضا والتعاون والشراكة في البعد السياسي سيكون مطروحا وبقوة في عدد من الملفات في هذه الزيارة. بالتالي هل يمكن القول بأن الأولوية هي اقتصادية بالنسبة لرجب طيب أردوغان في هذه الزيارة في المقام الأول؟
يعني عندما أعتقد أن يعني عندما ننظر أصلا منذ زيارة سمو ولي العهد في عام 2022 في شهر يوليو الماضي، منذ ذلك الوقت عندما ننظر إلى الحركة الاقتصادية والتجارية والمؤتمرات والمنتدى الأعمال التركي السعودي الذي انعقد في أكثر من مرة في أنقرة وفي إسطنبول وفي الرياض، سنشاهد بشكل ملحوظ حقيقة تطورا حقيقيا في العلاقة الاقتصادية والتجارية، إذ بلغت حجم الاستثمارات التركية داخل المملكة أكثر قريب المليار تقريبا، و18 مليار الاستثمارات السعودية في تركيا، وكذلك الشراكات والشركات التركية والسعودية تعمل بشكل فاعل وبشكل كبير حقيقة في الآونة الأخيرة، وبالتالي نحن نتحدث عن سير موجود. ربما هذه الزيارة ستدفع هذا السير ربما قدما إلى الأمام، إذ أن المملكة العربية السعودية الآن تعتبر ثامن أكبر شريك على مستوى العالم بالنسبة اقتصادي لتركيا في الوقت الراهن، وبالتالي لا شك أن رفع مستوى هذه العلاقة أمر مهم للغاية بالنسبة لتركيا في هذا الوقت الحرج، لكن لا أعتقد فقط الملف الاقتصادي هو الذي سيكون مطروحا كما قلت، بمعنى أننا نتحدث عن الملف السوري، عن الملف العراقي، عن الملف الأوكراني، عن الملفات العربية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر إلى أنقرة، أعتقد أنها ستكون أيضا حاضرة وستكون محور أحد محاور المحادثات، وبالتالي يمكن الحديث أن هناك أيضا محاور سياسية سيتم طرحها بشكل واقعي فعلي على جدول هذه القمة المهمة التاريخية. ما رأيك دكتور إبراهيم، إلى أين يمكن أن تذهب الرياض سياسيا في نظر إلى الملفات المشتركة بين البلدين في ظل ما ترجوه أو تأمله أنقرة من خلال هذه الزيارة يعني لأردوغان في الاقتصادية يعني أولا؟ نعم، هو الأصل في التعاملات بين الدول هو تعزيز مثل هذه العلاقات والاستفادة من الفرص التي تطرح أو التي تعرض أيضا بين الدولتان وما يتتفق عليه أو ما تطمح كل دولة أن تسد النقص الذي لديها أو الحاجة المستقبلية. ومن هذا المنطلق إذا ما تحدثنا عن الجانب الاقتصادي بشكل عام كما تحدث الزميل، فهي تأتي متوافقة مع تطلعات تركيا من جهة وتطلعات المملكة، والمملكة هنا تحديدا كدولة لديها رؤية واعدة وأيضا لديها استراتيجية كبيرة جدا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وهذه تطرح فرص عظيمة أيضا للاستثمارات الدولية، ولعل الرئيس التركي أراد استغلال مثل هذه الفرصة بالحصول أيضا على استثمارات داخلية للشركات التركية. وفي المقابل أيضا المملكة العربية السعودية تطمح لأن تكون هذه الاستثمارات متنوعة وتتوافق مع التنمية المستدامة التي تتطلع لها، وهذا يضع عبء أيضا حتى على الجانب التركي أن يرتقي إلى مستوى هذه الرؤية وأن يرتقي إلى مستوى التطلعات التي نتطلع لها من الاستثمارات، وليس فقط استثمارات بسيطة وإنما استثمارات تستطيع منافسة الصناعات المتقدمة الدولية على سبيل المثال الأوروبية والأمريكية وحتى الصينية. هذه الطموحات عالية جدا، إلا أن هذا الجانب الاقتصادي أيضا ليس مرتبط حتما، هو الأصل في العلاقات الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي يأتي مكمل والجانب التجاري يأتي مكمل، إلا أن الجانب السياسي ونحن هنا في المملكة العربية السعودية على أقل تقدير على الجانب الشعبي والجانب الرأي العام ينظر للجانب السياسي أهم من الجانب الاقتصادي في هذا التوقيت بالذات، على الرغم من أهمية الجانب الاقتصادي، لأنه المطلوب من تركيا أشياء أكبر من أن تكون فقط اقتصادية، وهذا يتعلق في الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي سواء عربيا أو حتى فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية لتركيا في الدول العربية. هذا تساؤل نطرحه نحن كرأي عام على أقل تقدير، أين الموقف التركي من ذلك؟ وهذا يأتي استجابة أيضا للظروف التي تمر بها المنطقة. دعنا نتوقف دكتور مع هذا التصريح للرئيس التركي، نعود بعد ذلك للمناقشة في بعض تفاصيل ما قلته. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان كان قبل قليل قد ألقى كلمة أكد فيها بأن السعودية هي من أهم دول المنطقة، وأشار إلى أن زيارته ستتناول مجالات عدة منها التعاون الثنائي في الاستثمارات. değerli basın mensupları, bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan. المملكة العربية السعودية التي هي إحدى أهم دول المنطقة سنتناول معها مجالات شتى مثل الاستثمار وغيرها. هي دولة تحتل موقعا مهما في هذا الإطار. هنالك مقاولون قد أنجزوا مشاريع في السعودية خلال الأعوام العشرين الأخيرة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار بالمجموع. نتمنى أن تلعب شركات المقاولات التركية دورا أكبر في السعودية، وهذه سنة بعد وباء كورونا أقيم الحج دون تحديدات أو محددات،
وبحسب الأرقام التي حصلنا عليها من رئاسة الشؤون الدينية، فإن 88,000 من مواطنين استطاعوا أداء فريضة الحج هذا العام. المملكة العربية السعودية وفرت لمواطنين إمكانات وكوتة أخرى إضافية ليحج فيها مواطنون المتضررون من الزلزال. وبهذه المناسبة أيضاً، فرئاسة الشؤون الدينية نالت جائزة على حسن الإدارة. نشكرهم على الكوتة الإضافية التي خصصت لنا. أود أن أعرب عن شكري مرة أخرى، وأسأل الله أن يتقبل عبادة حجاجنا. أعود إلى ضيفي من الرياض دكتور إبراهيم النحاس. دكتور، إلى أي مدى تم تجاوز حالة عدم الثقة في العلاقات التي ربما خيمت على البلدين بعد توترات أيضا شهدتها اليوم للذهاب إلى ما يريده الآن الرئيس التركي؟ ماذا تطلب الرياض تحديدا اليوم من أنقرة؟ أنا أعتقد أنه التقدم لم يحدث هناك كثير من التقدم في الجوانب السياسية إلى حد كبير، دون عن الزيارات المتبادلة بين الدولتين على أعلى مستوى. هذا أمر إيجابي، إلا أنه تساؤلات الرأي العام في المملكة العربية السعودية تطمح لأن تكون تركيا لاعب رئيسي ومهم في دعم الأمن والسلم والاستقرار، وهنا يتعلق في محاربة التنظيمات والجماعات الإرهابية تحديدا، وأن لا تكون الأرض التركية مأوى أو مقر للتحركات أو تحركات الأطراف المتطرفة، سواء كانت خليجية سعودية أو حتى مصرية أو غيرها من جنسيات، لأن هذا يضر تماما بالأمن والاستقرار، وأيضا يدعم الأفكار المتطرفة ويعطيها زخم معين كون هناك حاضن في المنطقة والإقليم. وهذا يفترض أن تلعب تركيا دور إيجابي في مثل هذا الجانب بإبعاد هؤلاء المتطرفين أيضا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية، مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وفي الدول العربية لمحاربة مثل هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأن تكون تركيا فعلا أرضا حقيقية لدعم الأمن والسلم والاستقرار، وبالتالي تأتي المجالات الأخرى، المجالات الاستثمارية والاقتصادية وغيرها من المجالات مكملا لمثل هذه المجالات. ونحن نعلم بأنه أي ضرر في أي دولة عربية سواء في الشرق أو في الغرب هو يضر دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية بشكل أو بآخر، وأي ضرر أو تدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون أو في سوريا أو في غيرها أيضا يضر الأمن والاستقرار أيضا في جميع الدول العربية، وبالتالي يتأثر المكون العربي بمجموعه وليس فقط دولة عربية واحدة. وبالتالي نحن نتحدث عن علاقات يجب أن تكون على أعلى مستوى جيدة، وأن تكون النوايا عالية، وأن تكون الثقة على أعلى مستوى لا يتخللها أي شك من الشكوك. هذا ما نطرح له على الجانب السياسي. سيد زاهد، قول لي لأي مدى يمكن أن تذهب أنقرة إلى الوفاء بمثل هذه المتطلبات من ناحية احتضان متطرفين إرهابيين منتمين إلى جماعات توصف في السعودية بأنها جماعات إرهابية؟ يعني الناظر للسلوك التركي خلال السنتين الماضيين يشهد ويرى بشكل واضح أن هناك تحولا كبيرا حقيقة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية، ابتداء بعدد كبير من المصالحات التي تمت بين تركيا وتلك الدول ابتداء وانتهاء بعد عزلة ربما كانت فيها تركيا استمرت قرابة 5 سنوات، عزلة إقليمية ودولية وعربية. وبالتالي من المؤكد أن هذه العزلة كان ضررها بالغا للمصالح التركية، ليس فقط على في الصعيد الاقتصادي بل في شأن في الصعيد أيضا السياسي. وبالتالي التحول الكبير الذي حصل في السياسة التركية الخارجية والعودة ربما إلى مبادئ السياسة الخارجية الأصيلة التي كانت تعمل بها الخارجية التركية خلال عقود طويلة منذ تأسيس الجمهورية، العودة إلى تلك المبادئ والأسس هي التي جعلت وسهلت، دعني أقول، العودة الطبيعية للعلاقات التركية العربية والإقليمية. من جهة أخرى نحن نتحدث عن علاقات تركية جيدة الآن مع مصر، مع الإمارات، مع عدد كبير من دول مجلس التعاون. هذه النوايا ربما الحسنة تتطلب أيضا أفعالا على أرض الواقع. حتى الآن ما زالت تركيا تحتضن عناصر من جماعات متطرفة وإرهابية ومنتمية إلى هذه الجماعات أيضا مصنفة إرهابية من هذه الدول العربية دون أي تحرك حقيقي للوفاء بمثل هذه المطالبات. يعني المقاربة التركية أنها تقوم بما يجب عليها فعله في الشق السياسي والأمني ربما حتى في هذا الموضوع،
وربما مع تسارع الأحداث والتقارب الذي نشهده في الوقت الراهن، سواء زيارة المملكة العربية السعودية وبعد غد ستكون زيارة للإمارات وأبوظبي، وفي نهاية الشهر ستكون زيارة أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي أنا أعتقد مثل هذه الزيارات ستعجل بطبيعة الحال الأفعال التي أشرتم إليها، وبالتالي أنا أعتقد أن مسألة حقيقة هذه المسائل هي مسائل عندما ننظر إلى مجمل السياسة التركية وحتى طبيعة الدولة التركية سنجد أنها كانت أخطاء كارثية حقيقة بالنسبة لتركيا كمبادئ السياسة التركية، بمعنى أن نحن نتحدث عن دولة علمانية ابتداء وانتهاء، لها مبادئ وأسس واضحة في التعامل مع هذه الجماعات الدينية وغيرها، وبالتالي ما حصل حقيقة كان هو خلاف المبادئ التركية الأساسية، وبالتالي العودة بطبيعة الحال ستكون أمرا سهلا في رأيي الشخصي. فيما يتعلق بتدخل تركيا في الشؤون الخليجية دكتور، يعني ماذا تطلب الرياض يعني من تركيا؟ أين يجب أن تتموضع في هذا الشأن؟ نعم، هو على تركيا يجب أن تتموضع مع العلاقات على أعلى مستوى مع الدول، بعيد عن التدخل في الاستراتيجيات الداخلية لهذه الدول، بعيد عن التأثيرات الأمنية أو العسكرية أو الخلل في التوازن، وأيضا يكون موقفها واضحا وصريحا في دعم الحقوق المشروعة لدول الخليج، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت الآن في مسألة حقل الدرة على سبيل المثال. نحن نريد موقفا تركيا واضحا بحكم أن هذه المنطقة هي منطقة خليجية، منطقة سعودية كويتية بحكم الجغرافيا بحكم القانون الدولي. أما فيما يتعلق في الموقف التركي الضبابي فحتما ليس مقبولا بالنسبة لنا هنا في دول مجلس التعاون أو حتى في الرأي العام، لأنه دعني يقول الاستذكاء السياسي الذي تعمل عليه تركيا فيما يتعلق بالخطاب السياسي الناعم أما مواقف سياسية ليست موجودة، هذا لا يصلح. وأيضا فيما يتعلق بالانتفاع الاقتصادي والتجاري على حساب أيضا الصمت في المجالات التي تتعلق بالإيواء للتنظيمات والجماعات الإرهابية وغيرها، هذا أيضا أمر غير مقبول. على تركيا إن أرادت الذهاب بعيدا في الاستراتيجية وفي الاستفادة أن تكون واضحة وأن تبني الثقة مجددا مع هذه الدول بعيد عن الاستذكاء الذي تعمل عليه. ما رأيك سيد زاهد قول؟ هل الأمر أيضا كما ذكرت يمكن أن نشهد موقفا مختلفا واضحا ورسميا يعني عدم التدخل في الشؤون الخليجية، وأن تكون أيضا داعمة للحقوق الخليجية على غرار ما حدث قبل أيام يعني فيما يتعلق بحقل الدرة سريعا؟ أتفق أولا مع ما تفضل به الدكتور إبراهيم، ولا شك أننا عندما ننظر إلى المواقف التركية مع المملكة العربية السعودية، سواء في الاعتداء الذي حصل على سفارتها في إيران، وكذلك عندما بدأت عاصفة الحزم، الموقف التركي الرسمي العلني والصريح بل والداعم أمنيا وعسكريا لها، أنا أعتقد أن ما يجب أن يكون ضمن إطار التكامل في المصالح بين البلدين أن يكون هناك موقف واضح تركي لا يعني نعومة فيه كما تفضل الضيف الكريم، لا سياسة فيه، بمعنى أن يكون الموقف التركي واضحا وصريحا يعني داعما للحقوق ابتداء وانتهاء واضح، دون أن يكون هناك توازنات في هذه المسألة. شكرا جزيلا لكما، ضيفي من اسطنبول رئيس تحرير اندبندنت تركيا محمد زاهد قول، وضيفي من الرياض عضو مجلس الشورى استاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم النحاس. شكرا. حراك اقتصادي تشهده العلاقات السعودية التركية، وذلك من خلال خطوات أساسية اتخذها البلدان، ومنها قرار الرياض بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، بالإضافة لاستثمار 1140 شركة سعودية في تركيا تقابلها 390 شركة تركية مستثمرة في السعودية. أرامكو السعودية تقود أيضا الحراك الاقتصادي مع تركيا، حيث قامت بلقاء 80 شركة إنشائية تركية لمنحها عقودا بقيمة 50 مليار دولار في السعودية. كما وقع البلدان خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي 16 اتفاقية تعاون في عدة قطاعات بقيمة تتجاوز 2 ملياري ريال سعودي. نذهب إلى جدة الآن التي تشهد أيضا أعمال ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي يسبق وصول الرئيس رجب طيب أردوغان. من هناك انضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان مرحبا بك، أبرز ما سيشهده هذا المنتدى اليوم.
أهلا بك خالد، وأهلا بكافة مشاهدي قناة العربية من داخل منتدى الاقتصاد، منتدى الأعمال الاقتصادي بين السعودية والترك المقام هنا في جدة. هذا منتدى الأعمال الذي سوف يبدأ في تمام الساعة 5:30 عصرا. نتحدث عن أكثر من 200 رجل أعمال تركي سوف يصلون برفقة الوفد الرسمي للرئيس التركي، الذي سوف يصل إلى مقر الاجتماع أو مقر المنتدى في تمام الساعة 7:10 بحسب الأجندة الموضوعة من قبل الطرفين، من قبل الجانب التركي ومن قبل الجانب السعودي. أيضا نتحدث على جملة كبيرة من الاجتماعات سوف تقام، نتحدث على أكثر بحسب المصادر أكثر من 10 اتفاقيات سوف يتم توقيعها بين الجانب التركي والجانب السعودي. نتحدث كذلك في مجالات مختلفة، منها قطاع الرعاية الصحية والسياحة، وكذلك الزراعة والعقار والإعمار، وأيضا فيما يتعلق بالعلوم التكنولوجية وكذلك الصناعة والبنيات التحتية. أيضا نتحدث عن حجم تبادل تجاري بين السعودية والجانب التركي في عام 2023، وتحديدا في الربع الأول هو 3.4 مليار دولار هو حجم التبادل في الربع العام الأول من العام الجاري. نتحدث على أكثر من 395 شركة تركية تعمل هنا في السعودية. من المتوقع أن تزداد هذه النسبة بعد نهاية هذا الاجتماع بحضور الرئيس رجب أردوغان. أيضا هنالك كلمة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في تمام الساعة 7:00 سوف تليها بعد ذلك كلمة للرئيس التركي. أيضا نتحدث عن أكثر من 1140 شركة سعودية تعمل في تركيا. أيضا هذه الاتفاقيات بعد أن تم ملتقى الاقتصاد السعودي التركي في إسطنبول خلال الأسبوع الماضي، تم توقيع 16 اتفاقية. من المتوقع أن تزداد هذه الاتفاقيات اليوم وتصل إلى 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة كما ذكرنا قبل قليل، في الزراعة والصناعة والتعدين والرعاية الصحية وكذلك السياحة. هنالك حضور كثيف وكبير جدا من قبل الجانبين استعدادا لبدء أعمال الاجتماع أو المنتدى بعد 1:30 من الآن. هنالك حضور كبير من قبل رجالات الأعمال السعوديين وكذلك التركيين. أيضا هنالك لقاء مع ولي العهد السعودي سوف يلتقي بها الرئيس أردوغان في مساء اليوم. أيضا متوقع أن تخرج اتفاقيات وملفات أخرى سوف يتم نقاشها على الجانبين الاقتصادي وكذلك السياسي. أيضا هناك على مذكرات تفاهم سوف يتم توقيع أيضا بين القطاع الخاص السعودي وكذلك القطاع الخاص الأجنبي التركي. أيضا هنالك في كلمة وزير الاستثمار السعودي وأيضا كلمة الرئيس طيب أردوغان سوف يكون هناك تشجيع لكافة القطاعين ورجال الأعمال بين القطاع السعودي والقطاع التركي على الاستثمار في البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين ورفعه من أكثر من 3.4 مليار دولار في الربع الأول. سوف تزداد هذه النسبة بعد توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهتين. نعم خالد، شكرا جزيلا لك. سلطان السلمي من جدة. في الرابعة بعد قليل، بلومبيرغ تكشف عن عزم نيوم جمع 10 مليارات ريال لتمويل المراحل المبكرة من مشروع المدينة المستقبلية. أهلا بكم من جديد. عقب اجتماع ثنائي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، صدر بيان مشترك أعلن من خلاله عن إطلاق مبادرة منار السعودية اليابانية للطاقة النظيفة، انطلاقا من طموحات البلدين في مجال الطاقة النظيفة وسعيهما للوصول إلى الحياد الصفري. تهدف هذه المبادرة منار لإبراز ريادة البلدين في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المستدامة، كما أكد البيان أهمية التعاون لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة بين المملكة واليابان. كشفت وسائل إعلام كويتية أن وزير التعليم الكويتي الدكتور محمد العدواني تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف. تعد هذه الاستقالة لوزير التعليم الكويتي هي الثانية خلال أسبوع بعدما تقدم مسبقا وزير المالية الكويتي مناف الهاجري باستقالته رسميا إلى مجلس الوزراء على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة، نقلا عن صحيفة القبس.
12 متهما بينهم مواطنون ومقيمون أوقفتهم النيابة العامة في السعودية بتهمة الاحتيال المالي. الموقوفون امتهنوا سرقة الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة. قد كشف مصدر مسؤول لدى النيابة العامة أن إجراءات التحقيق أظهرت قيام عدد من المتهمين بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل السعودية، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية. تعتزم شركة نيوم التابعة لصندوق الاستثمارات العام السعودي الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال وفقا لمصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ. تجري الشركة مباحثات مع مجموعة من البنوك المحلية لجمع القروض بهدف تمويل المراحل المبكرة من مشروع المدينة المستقبلية بكلفة 500 مليار دولار بحسب ما ذكرته المصادر. وفي سياق متصل، تخطط نيوم أيضا لجمع ما يصل إلى 3 مليارات ريال من البنوك المحلية لتمويل مشروع تطوير جزيرة شوشة، وهو مشروع سياحي فاخر. تنوع ثقافي واجتماعي وسياحي في عسير، ما يجعلها من أهم المناطق السياحية في السعودية صيفا. أسامة القاسم يوثق في تقريره مزايا عسير وعوامل الجذب فيها. هنا عسير، رابع المناطق السعودية في استقبال السياح بعد مكة والمدينة والعاصمة الرياض، وتعتبر عسير ضمن أهم الوجهات السياحية في فصل الصيف. حين وصول ضيف عسير تبدأ رحلة البحث عن مسكن، فكم عدد الفنادق والشقق المفروشة في عسير؟ نتابع. عدد الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات في منطقة عسير بلغ حوالي 800 منشأة موزعة على محافظات ومدن المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة. وأوضحت إحصائيات تقرير القطاعات الاقتصادية أن عسير تمتلك 722 رخصة منشأة إيواء سياحي، وتمثل بنحو 7.8% من إجمالي رخص المنشآت السياحية بالسعودية، وتتوزع على 35 فندقا ما تحت فئة الخمسة نجوم و 684 وحدة سكنية. بعد البحث عن مسكن تبدأ الرحلة الأهم، الوجهة الأمثل للزائر والسائح. فما هي أبرز المناطق السياحية في عسير؟ تمتاز عسير بالكثير من المناطق السياحية التي يستهويها الزوار، بداية من شارع الفن الذي طرأت عليه تحسينات أخيرة لإثراء تجربة السائح وصولا إلى منتزهات السودة والمسكي ومنتزهات السحاب، التي عملت هيئة تطوير عسير على إحيائها بالعديد من المقاهي والمطاعم والخدمات السياحية، انتهاء بزيارة أحد المواقع الأثرية كقصور آل أبو سراح الأثرية وبلدة المسك القديمة. تجربة السائح لا تنتهي هنا، فالمغامرة في عسير عامل جذب للعديد من السياح، وكجزء من دمج عراقة الماضي وأصالة الحاضر تم إنشاء العديد من المناطق السياحية الاستثمارية التي تحوي العديد من المغامرات والتجارب، أهمها منطقة سير التي وفرت تجارب عديدة منها ركوب الخيل وتسلق الجبال والهايكينج. 20 منطقة سياحية، تم استثمار 15 منطقة منها وإعادة تهيئة 5 مناطق أخرى لإثراء تجربة الزائر والسائح للاستمتاع بأجواء صيفية معتدلة في موسم صيف عسير 2023. من عسير، أسامة القاسم، العربية.
وإلى المحطة الثانية أيضا إلى الباحة في جنوب السعودية، حيث يعد منتزه الحسام الذي يأتي ضمن فعاليات صيف الباحة صيف الباحة أجمل، يعد محطة جذب للآلاف من الزوار والسياح. هذا المنتزه الحسام يضم مناظر طبيعية ومساحات خضراء متنوعة تشمل 4000 شجيرة وما يزيد عن 1400 شجرة أيضا، فضلا عن ممشى السحاب ومناطق عدة منها الجسر المعلق وشلالات يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار ونافورة مساحتها تقدر بألف متر، والعديد من المزايا المختلفة التي يعيشها الزوار. نتعرف أكثر على منتزه الحسام في المحطة الثانية لجولة مراسل عربية أسامة القاسم إلى الباحة. حياك الله يا أسامة، ماذا في يعني جعبتك بالنسبة للباحة اليوم؟ أهلا وسهلا خالد، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدي العربية. نعم، أطلع عليكم من المحطة الثانية في صيف السعودية هنا في الباحة. طبعا درجة الحرارة الآن تقريبا هي 18 درجة مئوية، ونشهد الآن توافد الكثير من الزوار والسياح إلى منتزه الحسام، وهو يعتبر أكبر منتزه وأعلى نقطة للتنزه في عسير. طبعا أنقل لكم الصوت والصورة الآن من هنا من هذه المنطقة، وبالتحديد من أمام هذا الجسر المعلق الذي يعد أهم تجربة سياحية لأي زائر حينما يصل إلى هذا المنتزه. يعد أكبر جسر في السعودية على هذا المستوى وعلى هذا الارتفاع، وهو يطل على محافظة المخواة، ونشهد الآن الكثير من الزوار والسياح يتوافدون إلى منطقة هذه المغامرة للتجربة ولممارسة هذه الرياضة. ليتك طلعت بالتأكيد من الجسر يا أسامة. طبعا خالد، بحديثنا اليوم عن صيف الباحة، والله خالد خفت اتوهق شوي، وخفت لانه الجسر صراحه متحرك فعشان الكاميرا وعشان نطلع بصوره كويسه بس يعني، لكن بصراحه انا شاورت زميلي عصام وقال لي انه الصوره الافضل تكون من هذه المنطقه عشان نطل بشكل اوسع على ناخذ في تقرير اذا ان شاء الله. طبعا اتحدث اليوم بالتاكيد عن اكثر من منطقه سياحيه، تجربة سياحية متواجدة هنا في هذا المنتزه، هذا الجسر المعلق. هناك أيضا أكثر من منطقة فعاليات في النقطة الأخرى، أيضا هناك أماكن لممارسة الرياضة للأطفال، وأيضا أماكن للشواء ومناطق أخرى، نقاط لبيع المأكولات والمشروبات. تم إحياء هذه المنطقة بالكثير من الخدمات السياحية، وهو يعد بصراحة من أجمل المتنزهات والحدائق في السعودية، لما يحتويه من كثافة كبيرة جدا للخدمات السياحية. تقريبا كل الخدمات متواجدة هنا. تقريبا عدد الزوار الذين يصلون إلى المنتزه باليوم الواحد يتخطون 30,000 زائر وسائح، كما أسبقت هو أهم منطقة سياحية هنا في الباحة. طبعا منتزه الحسام أيضا يضم الكثير من المسطحات الخضراء والكثير من التجارب والفعاليات التي تتيح تجربة السائح والزائر، وتثري أيضا هذه التجربة الكبيرة. طبعا أيضا منتزه الحسام هو المنطقة الرئيسية لفعاليات صيف الباحة أجمل 44، والذي ينطلق بالتزامن مع صيف السعودية. عدد الزوار والسياح الذين وصلوا إلى الباحة تقريبا أكثر من الزوار الذين وصلوا إلى عسيرهم، تقريبا اليوم يتخطون 900,000 زائر وسائح منذ بداية موسم صيف الباحة، وهو عدد كبير جدا، وتقريبا هو يعد الأكبر من نوعه على مستوى السنوات الماضية، تزامنا مع الفعاليات المتواجدة اليوم في صيف الباحة. ما يميز الباحة اليوم أيضا خالد هو التنوع الجغرافي الكبير جدا، المناطق التي تحوي الكثير من الأودية والشلالات، تقريبا عبر التقارير كثيرة جدا لاحظناها عبر قناة العربية، الكثير من الشلالات اليوم يستهدفها الزوار والسياح أثناء وصولهم إلى تلك المناطق، أيضا المرتفعات. طيب خلينا ناخذ قيمة لو تأخذ جولة الباحة، لأنها منطقة جبلية أكبر. أرى الناس حولك حول المنتزه حول الباحة، إذا كان في ملاحظات أيضا سجلوها في جولتهم السياحية فيه. طيب سأخذ الآن أحد نتحدث معها عن تجربته اليوم في صيف الباحة، وجوده اليوم في منتزه الحسام. وسهلا فيك، بداية حدثني اليوم من وين جاي وكيف تشوف اليوم صيف الباحة هنا في منتزه الحسام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جايكم من محافظة مزاحمية قبل الرياض، ومتجه إلى مكة ثم من الطائف ثم اتجهت إلى الباحة، واليوم أمس واصل الباحة ورحت رغدان، منتزه جميل، جيت هنا منتزه جدا جدا جميل،
وفي ألعاب وفي ممر وفي كل شيء متوفر. أنت اليوم بالتأكيد جاي من المزاحمية تبحث عن الأجواء الباردة، كيف شاهدت اليوم بالتأكيد أيضا الخدمات المتواجدة هنا في الباحة بشكل عام وفي منتزه الحسام بشكل خاص؟ بلا شك الباحة جوها جميل جدا ولطيف وبرودتها ممتازة. نسبة درجة الحرارة 24 إلى 22 في العشرينات وجو جميل جدا جدا جدا. أكثر شيء جذبك اليوم في تجربتك السياحية اليوم لما وصلت الباحة مع العائلة مع الأصدقاء، أكثر شيء جذبك اليوم في هذه التجربة؟ كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، كل شيء تحصله من ألعاب من مطاعم من منتزهات من كافيهات، كل شيء متوفر محصله كل شيء والحمد لله، هذه من نعم الله وكل شيء متوفر اللهم لك. يعطيك العافية حبيبنا. إذا ضيف آخر ممكن تتكلم معنا، حكينا اليوم عن تجربتك السياحية اليوم في صيف الباحة، إيش هي أكثر المناطق اللي جذبتك اليوم وحديثنا اليوم عن تجربتك السياحية بشكل عام في الباحة؟ شيء بسم الله الحمد لله، طبعا الباحة من أجمل المصايف بالمملكة، وطبعا اللي يجذب السواح والمصطفين هو صراحة يعني التنظيم والتنظيم المروري، كذلك ما شاء الله يعني كل شيء متوفر، جميع الخدمات الفنادق جميع، احنا جايين من الشمال فما شاء الله يعني وجدنا كل شيء متكامل سواء يعني على مستوى كذلك المطاعم، كل شيء اي مكان تجيه تلقى كل شيء فيه متواجد من يعني اجتماعيا مروريا كل شيء مرتب ومنظم، والله يعطيهم العافية القائمين يعني على خدمة المصطفين والسواح مقدمين لنا جميع يعني الخدمات متكاملة، تجي المكان تلقى كل فيه حتى سيارات التنقل من مكان لمكان، كبار السن الأطفال كل شيء متواجد، المحلات التجارية جميع ما يقدم فيه صراحة يشكرون عليه، والله يعطيك العافية حبيبنا. نعم كانت هذه آراء الزوار والسياح، بالتأكيد أنه اليوم الباحة تعد منطقة جاذبة أيضا للزوار والسياح، نتحدث عنه أكثر ثلاث مناطق اليوم في السعودية على مستوى الأجواء على مستوى الفعاليات وأيضا صيف السعودية يتواجد في هذه الثلاث مناطق عسير والباحة والطائف، كانت هذه بعض آرائهم بالتأكيد، ولو أخذنا أكثر من لقاء أيضا سيكون هناك الكثير من الآراء الجميلة. هذا ما كان لدينا هنا في منتزه الحسام هنا في الباحة خالد. شكرا أسامة. بعد الفاصل نتابع في الرابعة. أهلا بكم من جديد. المقتنيات القديمة تستهوي الكثيرين. في القطيف في شرق السعودية يعد متحف الخط الحضاري أحد الشواهد على تراث المنطقة، يضم أكثر من 200,000 قطعة تراثية ويقصده الزوار بغرض التعرف على المعروضات التي تعبر أيضا عن ثقافات متنوعة. على اللوبي يروي هذا المتحف رحلة شغف عمرها أكثر من 55 عاما في جمع القطع والمقتنيات الأثرية، إنه متحف الخط الحضاري أول متحف مرخص من وزارة الثقافة في مدينة القطيف شرق السعودية، يقع على مساحة تقدر بنحو 1500 متر مربع ويضم نحو 25 قسما تحتوي على ما يقارب 200,000 قطعة تراثية. هذه المقتنيات تم جمعها من قبل الأخ حسين العوامي في زمن 55 عام تقريبا، تعاونت معه أنا في تحضير موقع لعرض هذه المقتنيات على مساحة 1500 متر لأكثر من 200,000 قطعة تشمل 25 قسم، جميع ما مر على منطقة الخليج تنوعت مع حضارات كثيرة. القطع والمقتنيات داخل هذا المتحف تعود إلى العصور المتعددة مثل الأحفوريات والأحجار الكريمة والأواني، كما ترتبط بثقافات مختلفة تعبر عن حقب زمنية متفاوتة. بعض قطع المتحف تعود إلى ملايين السنين من الأحفوريات الأحجار وفيها أحجار كريمة أيضا، هناك قطع من الأواني تعود إلى آلاف السنين حوالي 3000 سنة، وهذا من تقييم هيئة المتاحف في المنطقة الشرقية. يستحوذ التراث الخليجي على نسبة 60% من أقسام المتحف من العادات والتقاليد الاجتماعية والمهني والحرف والأدوات القديمة،
والتي يدلف الزوار إليها من داخل البلاد وخارجها. 60% من محتويات المتحف هي من تراث المنطقة، وهذا يعمل عامل جذب للزوار من داخل وخارج المملكة. بيشوفوا العادات والتقاليد، الأدوات، المهن، كل هذا راح يعني يسعد كل الأعمار. الأشياء القديمة اللي موجودة، يعني أشياء رجعتنا حتى إحنا يمكن اللي عاصرناها إلى زمن سابق، زمن أجدادنا، زمن البيوت الكبيرة أو البيت العود مثل ما كنا نسوي. لفت انتباهي في تشابه بين الأشياء اللي موجودة هنا في القطيف الشرقية مع الأشياء اللي موجودة في البحرين، فكان شيء جدا مميز. ومع تنامي أعداد الزوار، تشكل المتاحف شرق السعودية كغيرها من المواقع السياحية دورا هاما في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة. من القطيف، علي اللغبي، العربية. شهر محرم لهذه السنة هو الشهر الأشد حرارة لأنه ضمن موسم الجوزاء والمرزم والسليبين. خالد الزعك. شهر محرم هو الشهر الأول من شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها، وسمي محرما لحرمته وقداسته عند العرب، وهو الشهر الذي يصل فيه الحجيج إلى أهاليهم. ولهذا العرب حرموا القتال قبل الحج وبعد الحج بشهر، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم: ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. ومحرم لهذه السنة هو الشهر الأحر. ليش؟ لأنه يحتوي بين دفتيه على الجوزة والمرزم والتليبين، وهذه هي جمرة زدحة القيض، وفيه تغور المياه في الآبار وترتفع الرطوبة على السواحل بين المرزم وسهيل نجم يرشف غزير الجم. بدأ بركان فاغراد دالسفيغال الواقع في شبه جزيرة ريك جاينز على بعد حوالي 40 كيلومترا من عاصمة البلاد ريكيافيك في الثوران قبل أسبوع، بعد اكتشاف نشاط زلزال قوي في المنطقة المجاورة. Değerli basın mensupları, bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan رئيس تركيا يصل السعودية الليلة في زيارة هي الأولى منذ إعادة انتخابه في مايو الماضي. إطلاق مبادرة منار لإبراز ريادة السعودية واليابان في الطاقة النظيفة. وسائل إعلام كويتية تكشف عن استقالة وزير التعليم، ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع. إيقاف عصابة من 12 شخصا في السعودية مارست الاحتيال المالي والإيهام بعملات رقمية غير مرخصة. وخلال 11 يوما عسير تستقبل أكثر من 800 ألف زائر وسائح في موسم الصيف حتى الآن. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.